بنبتدي حلقتنا معاكم دايما باهم الكلام والاخبار اللي اتقالوا عن النادي الاهلي في الصحافه. الاهرام، الاهلي يسحق سيمبا التنزاني بخماسيه ويحلق منفردا في صداره مجموعته في دوري الابطال. لاسرتي خدع المنافس بالمهاجم الخفي والشحات ابدع في صناعه الاهداف ولكن كله في شوط واحد فقط. الاخبار المسائي، الاهلي وحش افريقيا يكتسح سيمبا بخماسيه في دوري الابطال. المساء، اعصار اهلاوي يضرب سيمبا بخماسيه. المساء، خماسيه اهلاويه في البطوله الافريقيه، الاهلي نصب السيركل سيمبا في الشوط الاول. الاخبار، الاهلي يسحق سيمبا التنزاني بالخمسه، شوط اول عالمي والجماعيه كلمه السر ولاسارتي يطمئن على المصابين. الاخبار المسائي، سيمفونيه اهلاويه امام سيمبا، الاحمر يكتسح بطل تنزانيا بخماسيه ويتصدر مجموعته بدوري الابطال. الاخبار المسائي، لاسارتي الفوز دفعه قويه لمشوار طويل. الجمهوريه، الاهلي ممنوع من الراحه في سباقه ضد الوقت. اليوم السابع، الاهلي يفاضل بين شركات تامين عالميه لمواجهه شبح الاصابات، الفريق يبدا الاستعداد لانفي، تجهيز عمرو جمال عبد الحفيظ يحذر من السوشيال ميديا.